مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان في هذه التغطيه. يمكن كان في كلام كتير خلال الفتره الاخيره على نجم نادي الزمالك احمد مصطفى زيزو، واللي تلقى عده عروض من العديد من الدوريات حول العالم، ويمكن في الفتره الحاليه في عرضين هما الابرز في مسيره احمد سيد زيزو. العرض الاول من يوم سعودي واللي بيلعب في دوري الدرجه الثانيه، اما العرض الثاني هو من العربي القطري من اجل التعاقد مع احمد زيزو للانتقال لصفوف احدهم في الانتقالات الصيفيه الحاليه. كمان خلينا اقول لحضراتكم ان عرض نادي نيوم السعودي على زيزو هو الحصول على راتب سنوي بقيمه 3 مليون دولار، فضلا عن القيمه الماديه اللي هيتم سدادها لنادي الزمالك واللي جاري التفاوض حولها في الفتره الحاليه. كمان لم يحسم نادي الزمالك وجهة زيزو بشكل رسمي، وكمان اللاعب لم يستقر على تحديد وجهته، خاصة ان المقابل المادي هيكون هو المؤشر اللي هيحدد بناء عليه اللاعب وجهته، وكمان موافقة الزمالك على بيع اللاعب متوقفة على قيمة العرض اللي هيتلقاه القلعة البيضاء من اجل الوقوف على العرض والموافقة عليه او رفضه. طبعا ده كله هيتحدد وفقا للعرض المالي المقدم لنادي الزمالك. كمان خلينا اقول لحضراتكم ان كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك هو اللي بيتولى بشكل مباشر ملف المفاوضات مع مسؤولي نادي نيوم السعودي والعربي القطري، واللي بيرغبوا في الحصول على خدمات اللاعب لاعب نادي الزمالك، وبيقود لبيب بشكل شخصي المفاوضات مع الانديه اللي بترغب في شراء زيزو بعد ما فوضوا مجلس الاداره بشكل رسمي بتولي هذا الملف بالكامل من حيث التفاوض مع جميع الاطراف الراغبه في التعاقد مع زيزو. كمان حدد مسؤول نادي الزمالك شرط واحد من اجل الموافقه على مناقشه اي عروض احتراف يتلقاها النادي في الفتره المقبله بشان زيزو. ايه هي الشروط؟ خليني اقول لحضراتكم ايه هي الشروط. من بينها ان النادي شرط ان مناقشه اي عرض لاحتراف زيزو ان تكون قيمته الماديه لا يمكن رفضها باي حال من الاحوال، وان العرض المقدم سيساهم في حل ازمات النادي الماليه، وحينها سيتم مناقشه العرض. اما في اي حاله اخرى فلن يتم مناقشه العروض المقدمه لاحمد زيزو نجم نادي الزمالك. خليني كمان اقول لحضراتكم ان عقد احمد زيزو مع الزمالك هينتهي بنهايه الموسم المقبل، ويحق له توقيع لاي نادي في يناير المقبل، وبتاتي الجلسه بناء على طلب من اللاعب لمناقشه موقفه مع الاداره، سواء بالتواصل اتفاق لتجديد عقده او مناقشه العرض اللي تقدم به نادي نيوم السعودي علشان يعرفوا كل التفاصيل المتعلقة بهذا العرض، وإذا كان هيتم الموافقة عليه من قبل نادي الزمالك ومن قبل اللاعب، ولا هيتم رفضه إذا كانت بنوده غير مناسبة. كمان تأكد غياب أحمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريبات الفريق لنهاية الموسم بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية واللي أقيمت في باريس وانتهت قبل ايام قليله، وحصل زيزو على راحه من التدريبات الجماعيه لنادي الزمالك وكمان المباريات خلال الفتره المقبله وحتى نهايه الموسم في ظل حاله الاجهاد اللي بيعاني منها، وكمان الاصابه اللي تعرض ليها زيزو خلال مباراه المنتخب الاولمبي امام المنتخب المغربي، واللي طبعا يعني ابعدته عن المشاركه، وكانت هي المباراه اللي بتحدد صاحب المركز الثالث وبالتالي برونزيه اولمبياد باريس لكرة القدم. دي كل التفاصيل المتعلقة بوجهة أحمد زيزو في الفترة المقبلة والعروض اللي تلقاها سواء من أندية سعودية أو من أندية قطرية وما ستسفر عنه هذه العروض. بشكركم في النهاية على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي في تغطية جديدة من شاشة تلفزيون اليوم السبعة.